ازيكم يا جماعه؟ النهارده في حلقه جديده هنا في ستيفلر رياكشن على هوم سينما. النهارده رجعنا نعمل تريلر رياكشن جديد، وهو مش تريلر رياكشن جديد قوي، يعني هو تريلر نزل تقريبا من اسبوعين. الفيلم اللي احنا هنتكلم عنه النهارده هو فيلم اسمه ذا فيرنانس، الفيلم اللي هو المفروض ان هو كان مشارك في مهرجان الجونه بتاع احمد مالك، وبيشارك معاه البطوله جي رايان. جي رايان ده اللي كان طالع مع الشله بتاعت فيلم ايت، اللي كان طالع في فيلم ايت اللي كان مع جيمس ماكافوي وجيسيكا تشاستين، اللي كان طالع بشخصيه بن اللي هو كان مليان شويه وهو صغير، وبعد كده لما كبر تحول تقريبا 180 درجه حقيقي. زي ما قلت الكاست بتاع الفيلم ده هو يعتبر هو جي رايان هو بطل الفيلم، ومعاه احمد مالك، والمخرج هو ريدريك مكي. ده اول فيلم يعمله في حياته، فيلم طويل يعني. الفيلم ما اعرفش بصراحه ايه اللي حصل في مهرجان الجونه قوي. كنت المفروض اعمل فيديو ان انا اتكلم عن مهرجان الجونه وكده، عملت فيديو في الكلام في الافلام، كنت عامل فيديو بتكلم فيه عن مهرجان الجونه وعن مهرجان فينيس الاثنين مع بعض. كنت المفروض اعمل فيديو تاني ان انا اتكلم على مهرجان الجونه، وكنت اتكلم على الافلام اللي مشاركه في مهرجان الجونه، بس مع الاسف ما عملتش لان ما كانش عندي وقت، لان زي ما كنت قلت لكم الفتره اللي فاتت اتسحلت شويه في فيديوهات هوم الون والجيمز بتاعت هوم الون. كان عشان الفتره اللي فاتت كان في العاب كتيره جدا كانت عندي كنت عايز العبها، فوقفت شويه هوم سينما ودخلت في هوم الون والالعاب بتاعت هوم الون، لان بقالنا فتره كبيره ما كناش بنعمل اي حاجه. طبعا انا ما عدتش اقرا الريفيو بتاع فيلم ذا فيرنانس، بس طبعا سمعت ناس كتيره جدا بقى بتشكر في الفيلم، طبعا ان احمد مالك بيشارك في فيلم بطوله عالميه يعني مع مخرج اجنبي وممثلين اجانب، فاكيد ده حاجه كويسه لينا يعني احنا كعرب يعني او كمصريين. ما شفتش الريفيوز بتاعته، معرفش اصلا اذا كان الفيلم ده نزل اساسا ولا لا. اللي اعرفه ان هو نزل في مهرجانات عادي، نزل في مهرجان فينيس ونزل في مهرجان الجونه، معرفش اذا كان فيه نزل كمان في مهرجانات تانية ولا لا ولا ايه بالظبط. موعد عرض الفيلم ان هم قالوا في سبتمبر، قالوا في 4 او 5 سبتمبر، بس اعرف ان موعد العرض ده كان مفروض في المهرجانات، في مهرجان ايطاليا وبعد كده راح مهرجان الجونه. معرفش بقى هو هل ان هو نزل ريليزد وورلد وايد ولا لا، معرفش. هو لحد النهارده في مصر ما نزلش الفيلم، وعلى حسب علمي تقريبا يعني في امريكا برضو ما نزلش على ما اعتقد يعني. دخلت اشوف الريليز ديت بتاعه، مش كاتبين اي حاجه، ممكن يكونوا كاتبين في التريلر الله اعلم، فهخش اشوف وايه الدنيا. طبعا كالعاده ما اشوفش التريلر ولا مره، هشوفه معاكم دلوقتي لاول مره فيلم ذا فيرنانس. يلا بينا. Here, son. It's just the land. My father, he sent me here when I was 17. I am Hanif. Hanif Kalal Abdullah. Mal. I leave you here. You die. Crown marked gold. Only a fool would try and partner Jimmy. Got a large furnace. If you get me there, you get what's yours. The Mount Magnet mine has been robbed. We need to move fast. Hanif, do not go with him. In the name of the crown, he's armed. It'll be good if we beat him to it. Why you do all this? It's gold, son. Man doesn't need a reason. This land took all I have. I will not go back empty-handed. It's a bit late for that. God knows what you have done. If ever you're gonna start praying again. Hey! الفيلم هينزل 10 ديسمبر، زي ما انا كنت متوقع ان هو بينزل الاول في المهرجانات وبعد كده بيبدا ينزل وورلد وايد بقى بعدها مثلا بكام شهر، مثلا بعدها بشهرين ثلاثه كالعاده يعني. الفيلم الى حد ما تقريبا هو من نوعيه الافلام اللي هو ولا حلوه ولا وحشه، اللي هو في النص. بس انا حاسس يعني عندي احساس كبير ان احمد مالك عمل دور جامد في الفيلم يعني. شكله عامل دور حلو.
هو الموضوع ليه علاقة بالذهب، وتقريبا هو والراجل اللي كان شعره طويل ده بيخوضوا برحلة للصحراء وهم معاهم سبائك الذهب. ده اللي انا فهمته تقريبا من التريلر، معاهم سبائك الذهب ورايحين عشان ان هم ياخدوا الذهب او يسيحوه. يعني فيلم يعني من نوعية الافلام اللي هو مش لكل حد، يعني اللي هو رحلة بقى، رحلة في الصحراء بقى، والصحراء تبدأ تحصل حاجات وتتعرف على اشخاص تانية والكلام ده كله. يعني انا عن نفسي الفيلم ده لما هينزل هتفرج عليه، عشان حاجه واحده طبعا مش نبقى صراحة، يعني عشان خاطر احمد مالك. انا عن نفسي احمد مالك انا بحبه جدا وبحب تمثيله جدا. طبعا هنتفرج عشان احمد مالك ونتفرج على الاداء اللي هو عامله يعني في الفيلم. نسبه ترقبي للفيلم ممكن اديها 6/10. ما اعتقدش انها هيبقى فيه تريلر تاني، تقريبا ده خلاص ده الاوفيشال تريلر طبعا طبيعي ديتين ف تقيل يعني. 6/10، انا شايف 6/10 حلو ريزنبل وكل حاجه. نفس الفكره ان انا مش عايز ادي هاي هوبس سواء كبرفورمانس او كموفي او اي حاجه، بس هو 6/10 انا شايف ان هو ترقب كويس قوي يعني. وممكن في برضه من نوعيه الافلام اللي ممكن يعني الفيلم ده بالذات برضه ممكن يكون من نوعيه الافلام اللي ممكن تمل منها، يعني هو يبقى يعني نوعيه الافلام دي اللي هي الرحله والجيرني ومش وكده، يا تمل قوي يا هتتبسط قوي. فاتمنى ان انا ما ملش ويعجبني الفيلم. بس ما عنديش اي حاجه ثانيه اقولها عن الفيلم. اتمنى الحلقه تكون عجبتكم، وان شاء الله اشوفكم في فيديوهات ثانيه قريب. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك وشير لو الحلقه عجبتكم، ما تنسوش برضو تعملوا سبسكرايب للشانل الثانيه اللي اسمها هوم الون، هسيب لكم اللينك بتاعها في الديسكربشن. وما تنسوش تعملوا لي فولو لايك على فيسبوك وتويتر وانستجرام، ولو حابين تدعموا القناه دي ماديا هسيب لكم لينك باتريون وباي بال في الديسكربشن. وباي باي.